رمضان كريم لكل المسلمين، وكل عام وأنتم بخير. الترحاب الحار لكل الذين حضروا اليوم لمشاركتنا في سلسلة ندوات عن الإنترنت، عن السودان، إعادة تصور قطاع الأمن في السودان. أنا لوكا بيونغ دينغ كوال، عميد أكاديمي في مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية، والمشرف على برنامج أكاديمي حول استراتيجية الأمن القومي في أفريقيا، وهذه السلسلة من الندوات عن السودان. سوف أكون ميسرا لهذه الجلسة. هذه السلسلة من الندوات عن السودان حول دور القطاع الأمن في التحول الديمقراطي تم تنظيمها من قبل مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية ومعهد الولايات المتحدة للسلام. نرحب بكم لمرة أخرى، وخاصة الذين حضروا الندوات السابقة. هذه الندوة هي الندوة الأخيرة من سلسلة الندوات الخمسة عن السودان، وسوف تركز هذه الندوة على أهمية الاستراتيجية الأمن القومي للانتقال الديمقراطي في السودان. الحوار اليوم حوار سوداني. أهمية استراتيجية الأمن القومي للانتقال الديمقراطي في السودان، وزي ما ذكرت حيكون حوار سوداني لأهمية الاستراتيجية. الهدف الأول مناقشة مبررات وأهمية الاستراتيجية الأمن القومي وعملية إصلاح قطاع الأمن لانتقال الديمقراطي في السودان. الهدف الثاني فحص التحديات التي من المحتمل مواجهتها في وضع استراتيجية الأمن القومي في السودان. الهدف الثالث مناقشة كيف يمكن أن يوفر تطوير استراتيجية الأمن القومي فرصة لمواجهة التحديات التي من المحتمل مواجهتها أثناء عملية الإصلاح قطاع الأمن في السودان. قبل تقديم المتحدثين، أدعوني أن أعرض عليكم النقاط في الندوة السابقة وبعض الدروس المستفادة من تجارب الأفريقية أخرى حول صياغة استراتيجية الأمن القومي. النقطة الأولى، هل هناك ضرورة لاستراتيجية الأمن القومي في أفريقيا؟ توفير الأمن كخدمة عامة مثل التعليم والصحة يحتاج إلى سياسة عامة تخرط طريق واستراتيجية لإنفاذ هذه السياسة. فالسؤال الحقيقي ليس عن أهمية الاستراتيجية الأمن القومي للدول الأفريقية، بل كيفية صياغة هذه الاستراتيجية. النقطة الثانية، وده يختص ببعض المفاهيم، ما هو الفرق بين سياسة الأمن القومي والاستراتيجية الأمن القومي؟ سياسة الأمن القومي هي الاستراتيجية الكبرى التي ترسم الرؤية القومية المشتركة لتحقيق الأمن القومي وتحديد المبادئ المواجهة والقيم القومية والمصالح وأهداف الأمن القومي، وخلق البيئة الاستراتيجية المتهيئة لتوفير الأمن للدولة والمواطن. أما الاستراتيجية الأمن القومي فهي خطة عمل لإنقاذ سياسة الأمن القومي. السؤال الثالث، كيف صياغة استراتيجية الأمن القومي؟ بناء على تجارب بعض الدول الأفريقية، قام مركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية بتجميع مجموعة من أدوات التشاور وصياغة استراتيجية الأمن القومي في أفريقيا، منها تحديد 7 مراحل، وهي المرحلة الأولى المبادرة والتخطيط، المرحلة الثانية ما قبل الصياغة وهي بتخص بالتقييمات والمراجعات والتحليل، المرحلة الثالثة الصياغة، والمرحلة الرابعة التشاور والمراجعة، المرحلة الخامسة الموافقة والاعتماد، المرحلة السادسة النشر والإعلام، والمرحلة الأخيرة التنفيذ والمراقبة والتقييم والمراجعة. هذه المراحل تختلف من دولة لأخرى، وهذه الأدوات تحدد أيضاً عناصر الأساسية للإستراتيجية.
هذه الأدوات موجودة في اللغة العربية، ومن ضمن القراءة الموصى بها لهذه السلسلة من الأدوات حول إعادة تصور القطاع الأمن في السودان. النقطة الأخيرة، أهمية القيادة في سياق الاستراتيجية الأمن القومي. سياق الاستراتيجية الأمن القومي لن تحتاج للقادة لكي تقود، ولا قيادة فنية مع حلول جاهزة، بل محتاجة لقيادة استراتيجية مع القدرة على ترسيم رؤية استراتيجية للأمن وخلق بيئة أمنية متهيئة لسياق الاستراتيجية الأمن القومي، ولا سيما جعل التشاور خلال سياق الاستراتيجية شاملا لكل أصحاب المصلحة وخاصة المجتمع المدني، المرأة والشباب. خلينا نبدأ بعد كده بالحوار. أنا سعيد اليوم بتقديم متحدثين لهذه الجلسة الذين لهم خبرة وافية وفهم عميق عن قضايا الانتقال الديمقراطي في السودان، وهم اللواء متقاعد مبارك بابكر، والأستاذة أميمة القطبي، والدكتور تامر عبد الكريم. بما أن السيرة الذاتية لكل منهم موجودة معكم، سوف أركز على بعض الخبرات والمؤهلات. نبدأ أولاً باللواء المتقاعد مبارك بابكر. يعمل حالياً مستشاراً لوزير الدفاع السوداني. الشغل منصب المدير العام للعلاقات الدولية في وزارة الدفاع السودان. شغل أيضاً منصب كبير ممثلي حكومة السودان مع بعثة الاتحاد الأفريقي في دارفور. ساهم في برامج الاتحاد الأفريقي حول عملية الاستعادة الديمقراطية في جزر القمر. حصل على الدرجة البكالوريوس والماجستير في الدراسات الإدارية والدبلوم العالي في إدارة قطاع الأمن من جامعة كرينفيلد بالمملكة المتحدة. مرحبا بك اللواء مبارك. المتحدث الثاني الأستاذ أميمة قطبي. أميمة هي خبيرة مستقلة في مجال السلام والأمن، قادت حملة منظمة أوكسفام على مستوى أفريقيا بشأن الحد من التسلح، قادت العديد من المشاريع المتعلقة بإصلاح قطاع الأمن والحوكمة، حاصل على بكالوريوس في علم الاجتماع والأنثروبولوجية الاجتماعية من جامعة الخرطوم، حاصل على درجة الماجستير في دراسة السلام والتنمية من جامعة خرطوم من جامعة جوبا. مرحبا بك أستاذ أميمة. المتحدث الأخير هو لتعقيب الدكتور تامر عبد الكريم. قدمت لكم قبل كده فبس للحضور الحضور. دكتور تامر هو نائب مدير محل أبحاث السلام بجامعة الخرطوم. يعمل أيضا محاضرا في قسم علم الاجتماع والأنثروبولوجية الاجتماعية في جامعة الخرطوم. هو منسق البرامج لمشروع مساعدة الجامعات الإقليمية في السودان. يشغل منصب السكرتير الأكاديمي لمركز الدراسات النوبي. حصل على بكالوريوس في علم الاجتماع وأنثروبولوجية الاجتماعية من جامعة الخرطوم. له ماجستير في علم الإنسان والتنمية من جامعة برغن بالنرويج. ونال درجة دكتوراه في أنثروبولوجيا من جامعة بيرويت بألمانيا. مرحبا بك دكتور تامر. مرحبا بك بروف لوكا والجميع والمشاهدين. زي ما شاهدت المتحدثين، الواحد منهم من القطاع الأمن، واحد منهم من القطاع المجتمع المدني، والواحد منهم بروفيسور أو الأكاديمي، ودي شكل كويس جدا بالنسبه للتشكيل، كويس بالنسبه لكل الاراء، ممكن يعكس عن الوجه السودانيه. وزي ما ذكرت ده حوار سوداني سوداني، انا ما عليه بس انه نحاول انه ندير الحوار ان شاء الله يكون في 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 حسبانكم، وانه يجاوب على بعض تصوراتكم في انه كيف نتخيلوا القطاع الامن في السودان. اولا نبدا باللواء مبارك بابكر. السؤال الأول، وإن شاء الله يكون في حدود خمسة من ستة لسبعة دقيقة، وشكرا لأنك رسلت لنا بعض إجاباتك المكتوبة، وشكرا جزيلا اللواء مبارك.
بناء على خبرتك ومعرفتك بالقطاع الأمن والواقع السوداني، هل تعتقد أن استراتيجية الأمن القومي ستكون ضرورية للوضع الأمني الحالي في السودان ولماذا؟ تفضل. شكرا جزيلا دكتور لوكا، تحية الإخاء والود الصادق لك وللأستاذ أبيمة وللدكتور تامر. وأدخل في صلب الموضوع بصورة مباشرة. المتابع للشأن السوداني عن قرب يرى أن البلاد في لحظة تاريخية، ونحن نشهد جريان عمليتين متزامنتين هما الانتقال والتحول، والخطوات الجارية بشأنهما حاليا كثيفة متلاحقة وسريعة، حيث نعيش اليوم في الشق الأول المخاض العسير في العودة للمجتمع الدولي عبر مسيرة شاقة ومؤلمة اقتصاديا. وللمتفهم فلا سبيل للتحول والإصلاح في حالتنا إلا بثمن بل أثمان نكابدها يوميا، هذا فيما يلينا كسودانيين في العلاقة المباشرة بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية. أما الشق الآخر وأعني به الجوار المباشر والإقليم، وهو جدير بالتدبر من خلال نظرة ثاقبة وحصيفة دون تفصيل قد يجرح البعض ويحرج آخرين. الآن وبالنظر إلى الطبيعة المتغيرة باستمرار للبيئة الاستراتيجية، فلا بد من الوضع في الاعتبار أهمية صياغة تشكيل وتحديث الأطر والهياكل المؤسسات والآليات، وذلك في مسعى لهدف منشود يعالج نقاط الضعف، يدعم أو يساند نقاط القوة، يستثمر الفرص ويقضي على مصادر التهديد فيما هو متعارف عليه بالسوات أناليسيس. وفي سبيل الحفاظ على وحماية مصالح السودان الوطنية، لا بد من رسم وتطوير رؤية متوسطة إلى طويلة الأمد تكون مرشداً لتوجيه وبناء السياسات والهياكل التي تخدم الاستراتيجية القومية، كل ذلك مع أهمية الاعتبار الكافي لعاملي الوقت والموارد. اتفاق السلام المبرم في جوبا بتاريخ السبت 3 أكتوبر 2020 والذي يسعى إلى إنهاء الصراعات الأهلية التي طال أمدها في السودان، هو أحد مصادر الأمل في تغيير إيجابي في البلاد. وبينما لا تزال هنالك حاجة إلى إشراك جهات فاعلة ومهمة ووضع تفاصيل بشأن الوصول إليها والتواصل معها، فإن هذا الاتفاق يتيح فرصة كبيرة للنهوض بالتحول الديمقراطي بدون أي صراعات نشطة. وبموجب تفويض إدماج المعارضة المسلحة في قوات الأمن، يتطلب الاتفاق أيضاً رؤية وخطة لما سيبدو عليه قطاع الأمن المتجدد في السودان. عهد اتفاق السلام إلى مجلس الدفاع والأمن بوضع خطة كبرى لتحويل القطاع الأمن وتطويره وتحديثه، ويحدد اتفاق السلام أيضاً تحويل قطاع الأمن كأولوية في جدول أعمال المؤتمر الدستوري. وكلمة تحويل هنا أنا استبدل بإصلاح، وسيبين تفصيل ذلك لاحقا. قرر مجلس السيادة ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير وضع استراتيجية للأمن القومي كإحدى المهام الملحة للمرحلة الانتقالية. يحتاج السودان إلى استراتيجية أمنية وطنية لتوجيه إصلاحات قطاع الأمن حتى يصبح القطاع الأمني قوة مهنية تحمي المواطنين في ظل نظام ديمقراطي. أيضا يوفر الشروع في تطوير استراتيجية للأمن القومي أساسا لتحديد القوات المقرر تسريحها من قطاع الأمن الحالي والحركات المسلحة عن طريق نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وكذلك توجيه عملية إدماج مختلف الحركات المسلحة في قطاع الأمن بعد إصلاحه. كذلك يوفر تطوير استراتيجية للأمن القومي عقيدة قتالية جديدة من شأنها أن تعزز الهوية الوطنية والروح القومية وهيكل قيادة وتحكم يمكنه تجنب جهاز أمن ممزق لا يخدم إلا المصالح الضيقة. في السياق وعلى صعيد آخر واحدة من خصائص الاستراتيجية هي الحركية، والتي يمكن فهمها واستيعابها كخاصية للاستجابة المرنة والمتحورة بصورة مستديمة للتحولات في البيئة الاستراتيجية المستويات الثلاثة: محلية، إقليمية، ودولية. وفي حالة السودان يستوجب السياق النظر في دوافع تطوير استراتيجية للأمن القومي والتي يمكن إيجازها في: أولاً، ضرورة الانفصال عن الماضي القريب. ثانياً، التبدلات في البيئة الاستراتيجية على المستويات الثلاث.
والتي تتطلب إعادة التقييم للمهددات والتحديات لمواجهتها بأسلوب متماسك وفعال. ثالثاً، الجوار المباشر والعامل الديموغرافي كمصدر للتهديد. في ظل 9 سنوات في العام 2030، من المتوقع أن يكون جوار السودان المباشر في دولتين 5 أضعاف عدد سكان السودان. وللناظر للعامل السكاني يتلمس أو يجد فيه شكل من أشكال التهديد بدون تفصيل. رابعاً، من المبررات للاستراتيجية اتفاقية السلام والوثيقة الدستورية كعوامل دافعة لتطوير استراتيجية للأمن القومي. خامساً، في تطوير الاستراتيجية تحديد للمسار الأمثل للاستخدام الأفضل للموارد. سادساً، النقلة النوعية والبعد النوعي لمفهوم الأمن، البارادايم شيفت الذي تحدثنا عنه أو تطرقنا إليه في ندوات أو في جلسات سابقة. سابعاً، الفرص وضرورة اهتبالها. ثامناً، خلق البيئة الآمنة والجاذبة للاستثمار. معلوماً أن الاستثمار لا يعمل في البيئات أو الأوضاع غير المستقرة. وأخيراً، تحقيق الرؤية والتي نأمل أن تكون استقرار تنمية ورفاهية، وهي رؤية ويجب أن تنبني على قيم أساسية ومصالح قومية. نضرب مثال للعوامل والتغييرات التي أشرت لها في العامل الديموغرافي. إن أخذنا في الاعتبار 3 تحاليل استراتيجية صدرت مؤخراً وتتناول التحولات في المدى القصير والمتوسط والبعيد نسبياً للأعوام 2022 والأعوام 2030 والأعوام 2040. أول هذه العناوين Annual Threat Assessment of the Intelligence Community، وده صدر في أبريل 2021. ثاني مرجع للتحليل الاستراتيجي هو وارد في مراجعكم المذكورة في الندوة، وهو Future State 2030، صدر في 2014. ده يتحدث عن ما يدور أو ما يمكن أن يحدث حتى العام 2030. وأخيراً Global Trends 2040، وده صدر في مارس 2021. المراجع الثلاثة نجدها موحدة في اعتبار العامل الديموغرافي على قدر كبير من التأثير في الاتجاهات المستقبلية للبيئة الاستراتيجية وفي مستوياتها 3. السؤال الذي يتبادر للذهن، هل يعنينا الأمر كسودان؟ والإجابة نعم بالتأكيد، والأرقام والجغرافيا تؤيدان صحة الإجابة. الطبيعة الجغرافية للقرن الأفريقي وحوض النيل معلومة للجميع بجبالها وسهولها وصحاريها ووديانها. ما يستوجب النظر الفاحصة هو العامل الديموغرافي وأرقامه في السودان وجواره المباشر اليوم وفي المدى المتوسط خلال 10 أعوام. هذا البعد فقط كاف لوحده في أن يكون دافعا حيويا لتطوير وتنفيذ استراتيجية للأمن القومي. إذا دلفنا أو انتقلنا إلى البعد القاري في مسألة تطوير قطاع الأمن وعلى مستوى القارة، في السنوات الماضية قطع مفهوم إصلاح قطاع الأمن أشواط مقدرة في القارة، وتعتبر أهمية الإصلاح كوسيلة لمنع النزاعات والمساهمة في بناء الاستقرار وأسس السلام المستدام والتنمية طويلة الأجل. أكثر إلحاحاً مما مضى، وحالياً يوجد إطار سياسي عام لإصلاح القطاع الأمني في الاتحاد الأفريقي وبرنامج لبناء القدرات لتنفيذه. في السياق هنالك حاجة لبذل جهود إضافية في التركيز على الحوكمة وفي زيادة الوعي في شأن تأثير إصلاح قطاع الأمن على مسائل أخرى كالعدالة الانتقالية مثلا. أخذ القطاعات غير الرسمية، الجماعات والمجتمع المدني بعين الاعتبار في تطوير الاستراتيجية. الدعم والإسناد بصورة تعكس الطبيعة السياسية لإصلاح قطاع الأمن، وأقصد بذلك political will، لازم يكون في leadership و political will. شكرا دكتور. شكرا دكتور مبارك للتقديم المبررات للضرورة الاستراتيجية الأمن القومي بالنسبة للسودان في المرحلة الجاية، وبالتحديد يعني إنه ضرور إنه الناس يبدأوا بالمراجعة الموجودة في الدولة، وده من ده المرحلة الأولى دائما في المراحل بتاع صياغة الاستراتيجية الأمن القومي. شكرا جزيلا على التشخيص الوافي. نتحول للسؤال الثاني. إذا شرع السودان وزي ما ذكرت في
في عملية تطوير الاستراتيجية الأمن القومي. فما هي بعض الخطوات العملية وربما أنت ذكرت بعضهم والضرورية التي يجب اتخاذها لضمان عملية شاملة ومقبولة لجميع أصحاب المصلحة وخاصة واسمة الجهات الأمنية كالجيش والاستخبارات والشرطة بالإجازة؟ شكرا جزيلا يا دكتور. بالنسبة للمتطلبات لازم يكون في اتفاق أولا على تعريف مانع جامع لمصطلح الأمن متفق عليه. الشيء الثاني لازم يكون في إجماع برضو على القيم الأساسية اللي هي احترام التنوع واحترام الآخر. ضرورة استصحاب المشورة الشاملة لكل أصحاب المصلحة، وأنا ذكرت الجماعات والمجتمع المدني كمثال لاستصحاب رؤاهم وآراهم في مسألة إصلاح القطاع الأمني. الشيء الثالث أقدر أنه لازم بالضرورة يكون في حوار استراتيجي يجمع الناس وأصحاب المصلحة عبر الطيف الواسع لذلك القطاع. ما يلي ذلك عملية التحليل الاستراتيجي، وأنا يعني أبشر بأنه في خطوات جرت من اختصاصيين في هذا المجال، أساتذة وأكاديميين ومهنيين قاموا بتحليل استراتيجي فيما سبق. تبدلت الظروف، فالمرحلة تتطلب حاليا تجديد للتحليل الاستراتيجي. ما يلي ذلك برضو أشير للمسألة بتاعة الأجهزة الأمنية. أنا في تقديري وجهة نظري إنه المسألة بتاعة إصلاح قطاع الأمن لا تعني على الإطلاق إضعافه، لأنه في ضعفه تشظي للداخل ومواجهة مهددات خارجية معلومة للجميع أو لمن يتابع عن قرب. برضو من المسائل المهمة جدا اللي هي الحوارات ما بين أو ما يشار إليه أكاديميا بالعلاقات المدنية العسكرية. الجانبين لازم يتفهموا، الجانب العسكري يتفهم منطلقات الجانب المدني ويقدرها، والجانب المدني يتفهم دوافع أو متطلبات قيام الأجهزة الأمنية بواجباتها في إطار الدستور والقوانين. هذا ما عنا لي، وإذا سمح الزمن إن شاء الله أضيف يا دكتور. يديك العافية. شكرا. شكرا جزيلا مبارك. ركز على شيء أساسي، إنه إصلاح القطاع الأمن لا يعني إضعاف القطاع الأمن، ربما للتقوية. هناك ورقة في من القراءات اللي احنا من ضمن القراءات الموصى بها، شنو المنفعة، ما هي المنفعة القطاع الأمن يتحول الديمقراطية ولمصلحتهم ليه؟ وده شيء مهم جدا، عشان كده من الأوراق أنا ممكن أوصيها لأنه ناس يقول إنه الإصلاح أو الاستراتيجية الأمن القومي في حد ذاته هي أسوأ للتقوية ولشرعية القطاع الأمن، وده مهم جدا الناس الفهم ده، فهم مهم جدا بالنسبة لكلامك. السؤال الأخير مبارك، كمان من المنظور تاع الجهات الأمنية، ما هي بعض التحديات وزي ما أنت ذكرت جزء منهم، ما هي بعض التحديات التي من المحتمل مواجهتها في مواجهة إذا بدأ السودان في عملية صياغة الاستراتيجية الأمن القومي، وكيف يتغلب على هذه التحديات بالأخص من منظور الجهات الأمنية؟ شكرا جزيلا دكتور لوكا. في الإجابة على السؤال بقول في السياقات المتأثرة بالصراع كحالة السودان تكون الاستراتيجية الأمن القومي فائدة ملموسة بإتاحتها الفرصة لأصحاب المصلحة لمناقشة مستلزمات توفير الأمن في المستقبل القريب وجعل السلام مستداما، إذ بينما تنهي مراحل الانتقال واتفاقات السلام والصراعات إلا أنها قلما تتضمن ما يكفي من التفاصيل للحوكمة الأمنية مستقبلا، والأخيرة تتوفر أي الحوكمة بالبناء على الشروط والمبادئ المتفق عليها في وسائل السلام والتي توافق عليها أصحاب المصلحة، وباتت مرتكزا لأولويات القيم والصيغة المتبادلة
بين الدولة ومواطنيها وكذلك المقاتلين السابقين. في السودان ورثت حكومة الفترة الانتقالية قطاع أمن عريض تعمل فيه العديد من الجهات وبقوانين مختلفة، ويحتاج القطاع لتوحيد القوات وتحديث عقيدتها القتالية وأساليب تدريبها وتهيئتها للعمل في ظل أنظمة ديمقراطية وتحت إشراف حكومات منتخبة ودون تقاطعات مخلة ما بين المؤسسات في المسائل والسياسات المتعلقة بإدارة الدولة، مما يتطلب جهود كبيرة. وفي ظل تحديات جسام يمكن التغلب عليها إن توفرت الرغبة والإرادة بكل الأطراف. أستعين بمقولة هنا لإيفا بيلين، كانت كتبت ورقة عن ثورات الياسمين والنيل، وذكرت فيها أن الشروط الميسرة للانتقال من حكم سلطوي إلى نظام ديمقراطي هي التالية: مستوى معين من التطور الاقتصادي، 2 انتشار التعليم، 3 وجود طبقة وسطى واسعة، 4 غياب الشروخ الطائفية والعرقية العميقة، والأكثر أهمية من ذلك وجود نخبة ذات صدقية والتزام تتبنى المؤسسات الديمقراطية الرئيسية وتلتزم بضوابطها، وهي الانتخابات الحرة والنزيهة وحق الاقتراع العام وضمان الحقوق المدنية. نلاحظ أنه نحن في 30 سنة الفاتت يعني حصل انهيار للطبقة الوسطى، وعادة الناس اللي بيكونوا في ما بين القمة والقاعدة، يعني حتى في المهن إذا أخذنا الهندسة مثالا، تلقى المهندسين في قمة الهرم، تلقى العمالة الماهرة في منتصفه، وأخيرا العمالة غير المدربة. ناس النص ديل هم اللي بيطبقوا الشغل وبيجسدوه كواقع ملموس. إذا أخذنا المثال من القوات المسلحة، تلقى في الأوفيسر كور وفي الانسيو الضباط الصف المنتصف، وبعد ذاك الجنود ومن دونهم من المستجدين وغيره. ناس النص هم اللي بيترجموا السياسة المخطط لها في القمة ويحولها لواقع ملموس على الأرض. وعشان كده وجود طبقة وسطى قوية ومتماسكة وواسعة واحد من عوامل النجاح بتاع النظم الديمقراطية، لأنها عادة بتتسم بالوعي وبتقدر تحمي مصالح الناس الغير ملمين وتدافع عن مصالحهم أمام من يتطاول على ذلك في القمة. فالسؤال اللي بيطرح نفسه أين نحن من هذه؟ وأنت زي ما عارف يا دكتور لوك، واحدة من المسائل المؤثرة على تطبيق استراتيجية للأمن هي الوضع الاقتصادي، لأن الموارد بتتأثر سلبا بسوء الحالة الاقتصادية. عشان تصل لاستراتيجية لازم تنفق مال، وإذا أخذنا أمثلة بنلقى الدول الغنية سريعا ما تنتهي من مسألة إعداد الاستراتيجية. فأنا بقول، وحتى يعني صدر مؤخرا تقييم استراتيجي لمرحلة انتقالية من الإدارة الأمريكية، هو عرف في جزء من أنا قريت الوثيقة تحدث عن أن إحنا بنتكلم عن تعريف الأمن، ونقول والله الأمن الإنساني الأمن البيئي. ذكروا في الوثيقة الأمريكية دي إنه الأمن الاقتصادي هو الأمن القومي، لأنه كل الحاجات يعني بتلقى علاجها، سواء كان مستوى معيشي أو تعليم أو عناية صحية أو ما غير ذلك، بدون قرش في معاناة. فنحن في مرحلة لازم أشير برضو لأنه لازم تكون توقعاتنا ونتائجنا المرجوة مما نخطط له واقعية. يعني نحن ما بنتكلم عن إنه هنعمل استراتيجية للأمن القومي في خلال 2 عام، المسألة دي ما عملية بصراحة شديدة، لأنه بسط حوار استراتيجي وتوافق أصحاب المصلحة على تعريف موحد للأمن وعلى رؤية وطنية جامعة، الشغل ده بياخذ زمن. فدي واحدة من التحديات برضه. إذا مشينا في تجارب الانتقال الناجحة وحال انتقال السلطة إلى حكومة ديمقراطية منتخبة، تبدأ مرحلة التحول الديمقراطي والتي يكون فيها على الحكومة الديمقراطية المنتخبة القيام بعدد من المهام إلى الوصول إلى مرحلة ترسيخ دعائم الديمقراطية الوليدة. نأخذ مثال بإسبانيا بعد وفاة فرانكو في 1975، عملوا تحول تام، وصلوا لدستور ناجح في 1978. إسبانيا تحسب من الدول الصناعية في المجتمع الغربي. في فبراير 1981 مقدم من الحرس المدني احتل البرلمان الإسباني في تهديد مباشر للديمقراطية الإسبانية الوليدة، تصدوا له وكتا وبالقانون رجعوا للمسار الديمقراطي كما نرى الحال في إسبانيا اليوم.
فالتحديات تظل قائمة والتحسب لها هام. التحسب لها بيكون بشنو؟ بفهم كل طرف للآخر والاقتراب منه بمسافة كافية لمعرفة الأحوال وتفهم الأدوار. ممكن أستمر يا دكتور في التحديات ولا الزمن له حكمه هنا؟ بس الزمن له حكم لكن ممكن يعني طيب أحد واحد. طيب نمشي للأدوار المطلوبة خلال فترة انتقالية. واحدة من الأشياء الرئيسية ما بيجري التطرق لها في الندوات السابقة إنه معلوم بالضرورة إنه مسألة مقاومة الحرس القديم تمثل أكبر التحديات في عمليات إدارة التغيير، والتحول هو شكل من أشكال إدارة التغيير، وذلك حين يتدافع للاعتراض وإعاقة المسار المتخوفون من التغيير وعواقبه باعتباره سالب للامتيازات وفاتح لأبواب المحاسبة على ما ارتكب من تجاوزات وجرائم فيما سبق من الأزمنة والأنظمة. ويمكن أنا بقول الكلام ده بصراحة يعني، والمنبر يتطلب ذلك، يمكن وبلا تحفظ إضافة طائفة أخرى مما وصلوا للسلطة بعد التغيير. قلنا أصحاب المصلحة لازم يكون عندهم مشاركة، وأنا بدخل هنا برضو الإدارات الأهلية عندها وضعها وعندها وزنها وعندها شهرتها لأنها على الأرض وفي الميدان ومع المواطنين بصورة مباشرة. البعد المقلق في العملية إنه الأغلبية الصامتة من المؤهلين اللامنتمين لا تزال تلقى بنفسها من المشاركة، وهي الأكثر تأهيلا وحرصا على مفاهيم الحوكمة الشفافية المساءلة وسيادة حكم القانون عليه، فهي الأجدر بالمخاطبة والاستنهاض لتتقدم وتشارك بفاعلية ومسؤولية، وهي تبدي بأرائها في كافة مراحل تطوير الاستراتيجية. شكرا يا دكتور. شكرا جزيلا مبارك. شيء أساسي موضوع الواقعية، شيء أساسي في دائما كمان ركز كثير على الأمن الاقتصادي. خبرتنا على مستوى أفريقيا، أفريقيا كل الدول غير فقيرة، لكن الموجود إنه كيفية القيادة اللي ممكن تستقطب وتستثمر الثروات الهائلة في أفريقيا. لكن إنه موضوع الرؤية قومية والاستراتيجية هي ممكن تساعد على أساس إنه كيف الناس يستفيد من الموارد الموجودة والما مستغلة في أفريقيا. فشكرا جزيلا على كلامك، وبالأخص موضوع الأغلبية الصامتة، كيف الأغلبية الصامتة دي هي ممكن تكون تلعب دور كبير في الحوار الحاصل، الحوار القومي الحاصل في السودان. شكرا جزيلا اللواء مبارك. أنا أتحول للدكتور أستاذ ميمة، عندك خبرة كافية في القطاع الأمن والحوكمة، وزي ما سألت اللواء مبارك، السؤال في اعتقادك كيف إنفاذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في اتفاق جوبا، وأستاذ اللواء مبارك ركز على الكلام، في إطار عملية استراتيجية عام يعكس شعارات الثورة السودانية؟ بعبارة أخرى، ما رأيك في ربط بين إصلاح قطاع الأمن والاستراتيجية الأمن القومي في الوضع الحالي في السودان؟ تفضلي أستاذة أميمة. شكرا جزيلا دكتور لوكا، وشكرا أيضا للأخوان في المنصة، وشكرا قبل كده برضو لمركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية على تنظيم السلسلة بتحت الندوات حول السودان، واللي أنا أفتكر إنه الوقت لها كان موفق جدا باختبارات كثيرة، الناس كلها أسا تقريبا مهمومة بالوضع الأمني الموجود في السودان. شكرا على السؤال يا دكتور، وأفتكر إنه في يعني محور جديد في السؤال ده اللي هو المسألة بتاعت اتفاق سلام جوبا، ونضع اتفاق سلام جوبا ما بين إصلاح القطاع الأمني واستراتيجية الأمن القومي. طيب يعني من غير إنه نخوض في تفاصيل، أنا دايرة بس أعمل يعني مقارنة بسيطة ما بين إصلاح القطاع الأمني وتحول القطاع الأمني زي ما ذكر سيادة اللواء قبل شوية، من غير ما إنه ما رجع للسؤال تاني، لكن أنا في رأيي التم في جوبا في اتفاق سلام جوبا هو إشارة لإصلاح القطاع الأمني وليس لتحول القطاع الأمني، والفرق هو يعني بيزيكلي هو فرق بتاع مقدار
انا افتكر، وفريق بتاع عمق اكثر من انه فريق تقني. اصلاح القطاع الامني هو ببساطه شديده جدا اعاده لتوجيه المؤسسات الامنيه التي يمكنها الاستجابه لاحتياجات الناس، اللي هي الهيومن سيكيورتي بالتحديد يعني. وانه الموضوع ده لابد انه يتم في اطار بتاع سياده حكم القانون، ودي مساله انا افتكر انه مهم جدا جدا لما نتكلم عن وضع استراتيجيه للامن القومي في السودان، او لمساله حوكمه القطاع الامني او اصلاح القطاع الامني. نعاين او نرى او ننظر للموضوع بتاع التحول الديمقراطي وسياده حكم القانون باعتبار انه ديل من الاسس الاساسيه لعمليه الاصلاح. الهدف هو طبعا خلق مؤسسات امنيه تكون مناسبه وقادره انها يعني تتحمل الاوضاع السياسيه والاوضاع الامنيه الموجوده حاليا، وانها برضه تكون عندها جزء من المرونه اللي هي تكون خاضعه للرقابه المجتمعيه والرقابه الديمقراطيه عبر البرلمان او المجلس التشريعي الانتقالي لما عندما يتم يعني تنظيمه او انشاؤه. دي انا افتكر انه نخوض عليها خطوط كثيره جدا، اللي هي الرقابه المجتمعيه البرلمانيه تحديدا، لانه دي اصلا ما حصلت في تاريخ السودان السياسي والعسكري، انه كان في دور للمجتمعات او المجتمع المدني وحتى المجتمع السوداني بشكل عام في القطاعات المختلفه في الرقابه في الاجهزه الامنيه يعني. وانا افتكر انه ده مهم جدا جدا لقدام نستصحبه في التحليل بتاعنا وفي وضع الاستراتيجيه. طيب، وفي الجانب الاخر التحول او تحول القطاع الامني هو تغيير عميق للمؤسسه، وهو بالضروره يكون تنظيمي وسياسي ومؤسسي برضه، وانه يقدر ياثر على علاقات القوى. يعني انا افتكر انه دي واحده من المسائل المهمه جدا جدا لازم نعاين لها بنظره فاحصه، انه علاقات القوة في السودان وفي الجهات اللي عندها علاقة بالسودان إذا كان في الإقليم ولا في العالم ككل، إنه علاقة القوة دي لابد إنه نحللها ونشوف منها من الواقف، من الجهات دي واقف مع التحول بتاع القطاع الأمني، ومنو الناس الممكن أو الجهات الممكن والمؤسسات الممكن نقول إنها ممكن توقف أو تعرقل عملية التحول في المؤسسات الامنيه. ولكن زي ما ذكر برضو سياده اللواء، انه في الاغلبيه الصامته اللي هم غير المقررين في العمليه تحت الامن، وبالرغم من انها هي اساسا بتاثر في حياتهم اليوميه. التحويل في المساله دي واللي هو انا افتكر انه ما ذكر في اتفاقيه السلام جوبا، اللي هو مثلا التحول في الشكل التنظيمي ما كان في تفاصيل حوله، والتحول في ثقافة المؤسسات الأمنية. والناس عارفة طبعا انه منذ الاستقلال او حتى قبل الاستقلال انه في ثقافة لدى المؤسسات الأمنية ادت لانتهاكات عريضة وواسعة جدا جدا لحقوق الإنسان، وانه المؤسسات الأمنية دي هي بقت يعني عدو للناس اكثر من انها مدافع عنهم وحامية ليهم. فكيف هي الثقافة دي ذاتها لابد إنه نحن يعني نفتحها للحوار ونشوف إنه مكونات الثقافية دي ذاتها شنو جات من وين هي أصلاً؟ هل هي استعمارية؟ هل هي ما قبل الاستعمار؟ هل هي إثنية؟ هل هي اقتصادية في المقام الأول ولا من وين جاية يعني؟ طيب، ده لابد إنه عشان يحصل التحول ده لابد إنه يكون ناس الأنثروبولوجي، ناس دكتور تامر يعني لو فتحوا لنا برضو بوابة بتاعت حوار حول المكونات الثقافية للمؤسسات الأمنية قديمة وحديثة برضو، يعني بيكون مهم جدا جدا على أساس إنه نقدر نشوف إنه التحول بيتم حولها كيف. الموارد البشرية برضو لابد إنه نعاين، لأنه الموارد البشرية اللي هما البيرسونيل بتاع المؤسسات الأمنية دي، إذا كان على المستوى القيادي ولا المستوى الوسيط زي ما ذكر سيادة اللواء، ولا المستوى بتاع الرانك أند فايلز، انه يعني بيتم التعيين حول كيف، هل تم التدريب بتاعهم، هل تمت اي دوره مثلا بتاعه حقوق الانسان او حول مثلا قرارات 1325 اللي هو الحمايه تحت النساء
الفتيات في الحروب وغيرها من المسائل. نفتكر المسألة تحت البيرسونيل والموارد البشرية مهم جدا جدا نعاي لها. كان الرئيس في الحكم البائد كان بيقول إنه عدد القوات المسلحة بالنسبة للعدد بتاع الشعب أو البوبوليشن بتاع السودان بيفتكر إنه لا يتناسب مع البوبوليشن، إنه في قلة في الموارد البشرية. أنا هنا ما بتكلم حول الكم، أنا بتكلم حول الكيف وحول التدريب وحول يعني التحويل في العقلية العسكرية ذاتها. العلاقة بالمجتمع المدني طبعا دي يعني مهمة، وأنا يعني ما ممثلة المجتمع المدني لكن دي الحيطة اللي أنا بشتغل فيها أكثر من الحيطات الثانية، إنه يعني العلاقة بتحت المؤسسات تحت المجتمع المدني أو مؤسسات بتحت المؤسسات الأمنية مع المجتمع المدني يعني علاقة نقدر نقول عليها متوترة جدا وشائها، وأقل ما توصف به إنه ما فيش تواصل ما بين المجتمع المدني والمواطنين وما بين المؤسسات الأمنية، ودي حقيقة محتاجة لوقفة برضو تتعرف هي بس ما عندها علاقة بالأحداث الأخيرة ولكن بتاريخ طويل جدا جدا بتاع انتهاكات تمت وتكوين رأي ورأي مضاد حول هذه العلاقة. طيب طبعا ذكر برضو سيادة اللواء إن المؤسسات هي شنو المعنية بالإصلاح أو بالتحول. المؤسسات الأمنية التقليدية الاستخبارات والجيش والشرطة، ولكن أسف نلقى إنه في واقع برضو جديد في السودان إنه في مثلا أطراف العملية السلمية في جوبا واللي هم أغلبهم أو كلهم ممكن نقول عليهم من حملة السلاح في السابق، وحاليا لم يتم نزع السلاح ولا إعادة الدمج يعني. فمهم جدا جدا إنه نشوف إنه حتى المؤسسة العسكرية إنه الجيش ما عاد هو بس القوات المسلحة السودانية ولكن في مكونات أخرى بما فيها طبعا الدعم السريع. معلش أنا حكون أكثر يعني صراحة في الموضوع ده أسمحوا لي. طيب الأجسام الرقابية، الأجسام التي تحكم وتراقب عمل الأجهزة الأمنية اللي هي بيزيكلي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وكذا، والحكومة الانتقالية باسمينا العسكري والمدني. طيب المؤسسات العدلية ما قلنا إنه برضو عندها دور كبير جدا جدا، وزي وزارة العدل مثلا والنائب العام والمحاكم وغيرها، فدي كلها يعني تقريبا ممثلة غياب كبير جدا في إصلاح عملية الإصلاح القطاع الأمني، فلا بد إنه يشاف إنه حيحصل شنو. في المقام الثاني ده كله حول إصلاح وتحويل القطاع الأمن. في المقام الثاني مسألة الاستراتيجية واستراتيجية الأمن القومي تم ذكر كثير من الحاجات اللي أنا كنت حأذكرها هنا، لكن أنا أفتكر إنه واحدة من العبارات السحرية المهمة جدا جدا اللي هو إنه الاستراتيجية الأمن القومي هي عبارة عن عقد اجتماعي ما بين الدولة وما بين المواطنين بيحدد المهام بتاعت الأجهزة الأمنية وبيحدد علاقتها مع المواطن في إنه المسألة تحت الحماية وسيادة حكم القانون وغيرها من المسائل. فالعقد ده أصلاً ما موجود لأنه أصلاً ما في استراتيجية وأصلاً لأنه ما فيش حوار ما بين المؤسسات المجتمعية والمؤسسات الأمنية، وعليه ما كان في عقد اجتماعي أو اتفاق يعني. طيب أستاذ ميمة عندنا أسئلة تانية جاية. أوكي. عندنا أسئلة لأنه معليش لأنه أنا شان إنه بس عندنا ركز شكرا جدا بإجابتك. إجابتك بالأخص الفرق بين التحول والإصلاح، وإنه ده كان فجوة في اتفاق جوبا. والإصلاح التحول ده المهل إنه محتاج للإستراتيجية الأمن القومي. ده رب بين التحول والإصلاح. ركزت كثير إنه الاستراتيجية القومية هو العبارة السحرية، هو العقد الاجتماعي بين يعني الاستراتيجية في حال ذلك هي كيف تخلق عقد اجتماعي جديد بين المواطنين والمؤسسات العسكرية أو المؤسسات الأمنية. حتى لو عندك بعض الملاحظات حيكون في الأسئلة والأجوبة، لكن ننتقل للسؤال الثاني. إذا شرع السودان مثلا في عملية تطوير الاستراتيجية الأمن القومي وزي ما أنا سألت اللواء مبارك،
فما هي بعض الخطوات العملية والضرورية اللي ممكن تضمن إنه العملية دي تكون شاملة ومقبولة لجميع أصحاب المصلحة ولا سيما بالأخص المجتمع المدني وزي ما ذكرتي والمرأة والشباب وبالأخص أشخاص في مناطق المتضررة من الحرب بإيجاز في فترة بتاع 5 دقيقة؟ نحن عندنا مثل في السودان بيقول إنه الجمرة تحرق الواطيها بالترجمة، يعني الجمرة تحرق من يطأها للإخوة المترجمين يعني. طيب يعني أنا أفتكر إنه مهم جدا جدا إنه يعني يتم تعريف مهم تعريف مفهوم بالنسبة لمفهوم الأمن، مش بس يعني في الندوات المغلقة ولا حتى داخل المؤسسات والمكاتب وكذا، لابد إنه استراتيجيين حول يعني شنو المسألة تحت الأمن القومي بالنسبة لمواطن قاعد في هذا في أي بقعة ثانية من بقاع السودان اللي هي أغلبها أسا بتعاني من ولاد بتاعة نزاع أو ما بعد نزاع. يعني التعريف ده لابد إنه يجي من الأرض ولفوق. يعني الشيء الثاني واللي هو ذكر قبل كده اللي هو لابد إنه يكون في رؤية القوم، والرؤية دي أنا أفتكر من تكوينها لابد إنه برضو يطلع من تصورات ولا من اقتراحات محددة جدا جدا بتاعة التكنوقراتس الشغالين في المسألة تحت القطاع الأمني، لكن يتم عملية بتاعة نموذج مختلف لتحديد الرؤية، والرؤية دي ممكن تكون بالتبصر والناس تعاين لإنه مفهوم الأمن بسرديات ناراتيفز مختلفة في إنه الأمن بيحمي شنو في مناطق النزاع، الأمن بيعني شنو في المناطق اللي عندها فيها مشاكل بتاعة تصحر وجفاف، الأمن بيعني شنو للنساء وللفتيات، بيعني شنو بالنسبة للفقراء وهكذا. فده لابد إنه من التوزيع ده لابد إنه يكون في تعريف شامل يتلمى بعد ذاك ونطلع منه برؤية. النقطة الثالثة أنا أفتكر إنها ممكن تكون مدرسية أكثر، اللي هي الدراسة عميقة للواقع الأمني الموجود حاليا في السودان. ولما نقول كده ذكر سيادة اللواء انه يعني لابد انه نشوف الترندز الحاصله في الاقليم وفي العالم، لكن مهم جدا جدا انه السودان الكبير ده انه يحصل فيه تبصر ورؤيه ودراسه للواقع الامني بتاعه. ما حنقدر نعاين للسودان كله في صفحه واحده، فلا بد انه يحصل تقسيم، والتقسيم ده ممكن الناس الشغالين بعد ذاك في الاستراتيجية يحددوا إنه التقسيم ده ممكن يكون شكله كيف. هل التقسيم جغرافي مثلاً؟ والتقسيم الجغرافي أنا غايته ضده، لأنه بفتكر إنه التقسيم الجغرافي ما نجح لما عاين في المسألة بتاعت المسارات مثلاً في اتفاق سلام جوبا وغيرها من التقسيم الجغرافي اللي هو ودانا لتقسيمات مناطقية وإثنية ومسائل ما أصلاً ما حتودينا لحل بتاع الأزمات الأمنية في السودان. أنا مع اقتراح إنه يتم التقسيم ده على أسس شعبية يعني أو سكانية، نعاية للمسائل تحت الاقتصاد والمسائل تحت البيئة والتكوينات المجتمعية بشكل أساسي، وكمان لابد إنه نعاين للاتجاهات السائدة في السودان ذاته، يعني إنه بعد 5 سنوات من الآن يعني الممكن يحصل شنو، أو حتى ممكن نقول إنه ذكر قبل شوية سيادة اللواء إنه ما ممكن نعمل استراتيجية بتاعت أمن قومي في ظرف سنتين. أنا أفتكر إنه ما بالضرورة إنه نقفز لوضع استراتيجية للأمن القومي، لكن لابد إنه يكون في خط زمني. الخط الزمني ده ممكن يتقسم لثلاثة مراحل، اللي هو ما يجي فعله الآن لأنه أثناء ما نحن نتكلم حاليا في ناس برضو بيعانوا من ويلات عدم الأمن يعني في مناطق مختلفة من البلد. المرحلة الثانية اللي هي ممكن تكون متوسطة المدى، وأقترح إنها تكون بنهاية الفترة الانتقالية أو تنظر للفترة الانتقالية من الآن لحد نهايتها، اللي هي أفتكر إنه فضل لها زي سنتين ونص، يعني في إنه في تحديات في الفترة الانتقالية لابد إنها تستصحبها في يعني استراتيجية قصيرة المدى. كمان ما ننسى الاستراتيجية طويلة المدى اللي هو زي ما ذكر أساسيات سيادة اللواء، إنه ممكن تكون يعني 10 سنوات الجاية أو حتى 50 سنة الجاية، نحن عشان في النهاية ما يحصل حرب تاني في السودان،
شنو اللي يفترض انه يحصل من الليله على اساس انه في النهايه تبقى في يحصل استبطان للمساله تحت الامن، امن الدوله وامن المواطن، وانه مهما حصل ما في حد يشيل بندقيه على حد يعني. اتعلمنا من الكورسات اللي قدمها المركز اللي هي انه لابد من المرونه ولابد من وضع اليه للتعلم اثناء وضع الاستراتيجيه ذاته، هي تكون في حواش الاستراتيجيه، انه يكون في طريقه نقدر نتعلم بها انه اذا حصلت حاجه نحن ما كنا متوقعينها الان يعني كيف انه نقدر انه نتعامل معاها. والشيء الثاني لانه اي استراتيجيه بتقوم على افتراضات او فرضيات محدده، فكيف انه الفرضيات دي ما بالضروره انها تكون فرضيات سليمه، فممكن الفرضيات دي يحصل فيها تغيير بتغير الزمن، بتغير العوامل، بتغير الشروط اللي خلتنا نحن نفترض الفرضيات دي حاليا. فلا بد انه احنا يكون عندنا اليه لانه نعمل يعني تشيك او نقدر انه نقيس يعني صحه الفرضيات دي من عدمها. لابد انه برضه يكون من البدايه يكون عندنا معايير واضحه جدا جدا ومؤشرات واضحه لقياس النجاح، ومش بس لقياس النجاح زي ما تعلمنا برضه منكم انه قياس الفشل برضه، ماذا يعني النجاح يعني وماذا يعني الفشل، وانه الاستراتيجيه دي تطلع من انها مكتوبه في ورق لامع ومخطوط في رف في وزاره ما لانها تكون حقيقه دوكيمنت الناس ممكن تعيل لها وتغير فيها اذا استدعى الامر. ذكرت تحليل القوة، انا افتكر انه ممكن اعيده اكثر من مره لانه مهم جدا جدا. والاليه برضه واضحه للمشاركه المجتمعيه، المشاركه المجتمعيه بنعني بها الناس البعيدين اللي ما عندهم فرصه يتكلموا في الزوم، الناس اللي قاعدين في اقاصي القرى، الناس اللي قاعدين في المعسكرات، المعسكرات النزوح وكده، والناس الفقراء الاغلبيه الصامته زي ما ذكرتوها، لكن الاغلبيه الصامته دي ذاتها فيها ناس اصمت من ناس وفيها ناس مهمشين اكثر من اخرين، فما ننجر وراء الجارجون بتاع التهميش السياسي، بل هو التهميش يعني الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في آن واحد. اضيف هنا لانه الزمن شايفه لا استاذ ميما عندك الكثير يعني، مشكور بالحمشي ضرورة المرونة، ربما أنت تحدثت عن موضوع المرونة في الاستراتيجية والضرورة أن يكون في معايير لقياس النجاح والفشل، ولا شيء من جدا. وبعض القضايا الأساسية هو الخصوصية حتى داخل السودان في فوارق، فمحتاج أنه النظرة القومية تكون عندها يعني نظرة لبعض التباين الموجود داخل السودان، وده قضايا مهمة جدا. ربما طبعا السؤال الأخير ربما أنت جاوبت على معظم الأسئلة، هي موضوع بتختص بالتحديات ربما أنت ركزت عليها، لكن لو في أي تحدي ثاني أنت بتشوف أنه عايز تضيفة للتحديات اللي أنت تكلمت عنها دي للعملية الاستراتيجية القومية، كيف ممكن تتغلب على التحديات دي بالأخص حول الصياغة الاستراتيجية الأمن القومي في السودان وبالأخص من منظور المجتمع المدني؟ أوكي أيوه. طيب انا زي ما ذكرت انا ذكرت بعض الاشياء يعني، ومنها اللي هو الترك المثغله بتاعت الانتهاكات اللي قامت بها المؤسسات العسكريه ضد المواطن، المؤسسات العسكريه باقسامها الثلاثه المعروفه الاربعه خمسه السته حسب ما نشوف نحن يعني، والعلاقه برضو ما بين العسكريين انفسهم يعني، انا دايره تست المويه هنا او اختبر درجة حرارة الماء يعني في علاقة مثلاً القوات المسلحة مع الدعم السريع يعني، وهل ممكن إنه دي برضو ممكن تكون واحدة من التحديات الموجودة في وضع استراتيجية للأمن القومي حالياً أو في المدى المتوسط أو في المدى البعيد، وكمان رفاق السلاح أو يعني شركاء سلام جوبا، وكيف إنه العلاقة العسكرية فيما بينهم كعساكر، كيف انهم يقدروا يخلقوا تفاهمات ويصلوا لاهميه انه يكون في استراتيجيه للامن القومي، لانه في النهايه يعني هم عندهم القوه العسكريه ونحن عندنا ممكن القوه بتاعت اللوبي والقوه بتاعت دفع الاشياء اللي قدام، لكن لا بد انه يحصل حوار عسكري في اهميه الموضوع ده. في واحده من التحديات اللي هي كان ذكروها بعض الاخوان كان في الكورسات برضو، اللي هي
يعني ثقافة السرية وعدم الشفافية. يعني حاليا نحن أصلا ما عارفين إنه في كم من الميليشيات الموجودة في السودان، يعني عارفين إنه في على الأقل الناس بيقول 8-9 ممكن يكون 10 ممكن يكون 15 ميليشيا أو قوات غير نظامية موجودة في السودان، ومنها ممكن برضو تكون بقايا القوات الأمنية اللي كانت جزء من النظام السابق واللي هي ما تم حلها ولكنها نزلت تحت الأرض، فلا بد إنه برضو نكون عارفين إنه يكون في شوية شفافية حول الموضوع ده، لأنه المواطن المفروض يعرف إنه مكان من الخطر موجودة وين تحديداً. الواحدة من التحديات اللي هو في خلط ما بين ثلاثة مفاهيم، اللي هو المفهوم الأول زي ما ذكرنا قبل شوية مسألة إصلاح وتحول القطاع الأمني، المفهوم الثاني اللي هو DDR أو نزع السلاح والتسريح. شكرا جزيلا. سو المسألة تحت DDR دي بيحصل خلط ما بين SSR أو أول مسألة بتاعت إصلاح القطاع الأمني، مش بس خلط مفاهيمي لكن خلط حتى في اتفاقيات السلام. حسب في اتفاقيات السلام ما حصل، مثلا اتفاقية السلام جوبا ما حصل تفصيل واضح ما بين DDR وعملية الإصلاح القطاع الأمني. الاثنين يتذكروا في الاتفاقية نعم، لكن تقنيا كل واحدة مفترض أن يكون في توضيح أكثر بالنسبة لها. في الناس بتتكلم دائما حول أنه لا بد أن يكون في جيش واحد، جيش سوداني وطني واحد عنده عقيدة قتالية جديدة. حتى الآن الناس بتتكلم المسألة دي محتاجة شوية يحصل لها يعني تفكيك في أنه لما نتكلم حول جيش واحد نحن بنقصد شنو يعني؟ الشيء الثاني أنه تعدد أنه العقيدة أو العقيدة القتالية الجديدة مختلفة من القديمة في شنو؟ فلا بد أنه يحصل تفكيك، يعني تفكيك مدرسي وحتى التفكيك يعني بتاع نقاش أو حوارات حول الموضوع ده. مهم جدا برضو نعاين للمصالح الاقتصادية للمؤسسة السرية، إذا كان بالنسبة للقوات المسلحة أو بالنسبة لقوات الدعم السريع، لأنه في مصالح اقتصادية وترسانات اقتصادية ضخمة جدا جدا بقى من الصعب جدا التنازل عنها، على أساس إنه يحصل الجيش ده يكون عنده العقيدة الجديدة دي ويكون عنده شكل هيكلي وثقافة مختلفة. فلا بد إنه ننظر برضو للمؤسسة العسكرية في علاقتها بالمؤسسة الاقتصادية. السؤال اللي بيسأل بفرض نفسه إنه هل يمكن ترويض الوحش إذا عملنا مع المؤسسة العسكرية الحالية ما بعد الثورة؟ يعني في فترة الانتقال ما زالت هي المؤسسة العسكرية، رغم إنه يا هو السبيجو بيقعدوا معانا وبيحصل تفاهم يعني بشكل ما يعني، لكن ما زال الوحش رابط داخل تلك المؤسسة. فكيف إنه يمكن ترويضه؟ هل بيتم عبر استراتيجية؟ هل بيتم حوله عبر إصلاح القطاع الأمني ولا غيره من المسائل؟ النقطة الأخيرة اللي عايز أذكرها إنه هو المسألة دي كلها ترتبط بالمسألة بتاعت احتكار العنف واحتكار أدوات القوة والعنف في الدولة. منوعا من مصلحته إنه يحتكر أدوات العنف، هل هو الجيش، الأمن، البوليس، الدعم السريع وغيره من المسائل. شكرا جزيلا أميمة للتحديد هذه التحديات يعني ملخص، وده بركز على النقطة الأولى بتاع إنه الضرورة على دراسة يعني وافية للواقع الأمني في السودان، لأنه سنفهم الحاصل إنه في قطاع الأمن، وده المدخل الأساسي في إنه وده من الأشياء الأساسية بالنسبة للسياق الاستراتيجي الأمن القومي، إنه فهم الشيء الحاصل شنو في قطاع الأمن، وبلخص خلط المفاهيم وترك المشكلة من النظام البائد المفاهيم دي مهم جدا انه الناس يركز على الموضوع ده. طبعا ركز على الموضوع ملخص اصلاح والتحول وانه والدي دي ار. فمشكوره للتحليل الضافي وحيساعد في الحوار وبلغ يكون في اسئله. بنتحول هسه لدكتور تامر. دكتور تامر طبعا استمعت حسي للواء مبارك والاستاذ اميمه
وطبعا بالفحمق على الواقع السوداني، هل يمكنك أن إلقاء الضوء على كيف مساهمة عملية التطوير الاستراتيجي الأمن القومي في الحوار الوطني في السودان حول قضايا استراتيجية المتعلقة بإعادة هيكلة الدولة، صياغة عقد اجتماعي جديد زي ما ذكر أميمة، وهوية وطنية، وبناء علاقة جديدة بين المدنيين والعسكريين، وبالأخص أميمة ذكرت نقطة أساسية حتى بين العساكر في بعضهم، عساكر مدنيين مدينة عساكر، فممكن تلقي لنا الضوء على الأهمية الاستراتيجية الأمن القومي في حوار الوطني في السودان حول القضايا الملحة والقضايا الأساسية الاستراتيجية الموجودة. دكتور تامر مرحبا بك. شكرا بروفلوكا، شكرا استاذه اميمه، شكرا سعاده اللواء مبارك، وشكرا للمشاهدين كلهم. تحياتي. صوتي واضح مش؟ يعني. تمام. السؤال مهم جدا، ويعني بيوضح شنو الحاجه الجوهريه اللي بتربط الاستراتيجيه الامنيه بعمليات بناء الدولة والمواطنة وإعادة تأسيس الدولة السودانية وكل قضايا الانتقال اللي نحن مارين بها، اللي بيسميها أستاذنا بروفيسور عطا البطحاني نحن مارين بانتقالات كثيرة، هو ما انتقال واحد يعني. ففي الحتة دي تطوير استراتيجية قومية استراتيجية أمنية ما بيقل أهمية من القضايا الثانية، تحقيق السلام و الدستور وصياغة، يعني هي للسؤال الأساسي في الأدبيات بتاعت العلوم السياسية وعلم الاجتماع السياسي دائما بيعرفوا إنه وظيفة جوهرية لأي كيان سياسي والدولة كيان سياسي هو الوظيفة الأولى توفير الأمن، يعني دي الوظيفة الجوهرية. يلا ومن هنا بتجي الأهمية بتاعت إنه كيف، وده بربطه طوالي به تحقيق الأمن، يعني دائماً الانتماء أنت بتنتمي لكيان بيحقق لك الأمن بمعناه الواسع، الأمن مال، الأمن الاقتصادي، الأمن في حقوقك، الأمن في كرامتك الإنسانية. فهنا القطاع الأمني لما يكون مدهور، لما ما يكون يعني زي ما كانت حاصلة في الفترات السابقة ما بيوفر لك الأمن، ده بيكون في خلخلة أو في خلل أساسي في تركيبة الدولة نفسها. لما يكون في الجهاز، لما يكون بدل ما يوفر الأمن يوفر الرعب بدرجات متفاوتة، طبعا بيوفر الأمن لقطاعات محظوظة جدا ممكن، وبيوفر يعني وكل ما ابتعدنا من يعني من سنتر الدولة، من السنتر السياسي الاجتماعي الاقتصادي، بيبقى بيتحول لجهاز بتاع الرعب. كيف نعمل تحول السؤال الأساسي اللي بيجاوب عليه الاستراتيجية الأمن القومي بالنسبة لي أنا، كيف نعمل تحول في الأجهزة الأمنية كلها وظيفتها من جهاز أقرب لأنه يكون قاهر لجهاز بيأمن للمواطنين، وخصوصاً للمواطنين اللي اتعودوا على قهر الجهاز ده أكثر من تأمينه لحياتهم، وده معناه استيعاب التحول ده لكل الأطياف ولكل الأقاليم ولكل المجتمعات، وخصوصاً اللي اتعرضوا سلبيا من الطريقه بتاعت عمل الجهاز بالطريقه دي. فهنا ده بيتطلب تعريف للامن شنو، زي ما قالت الاستاذه اميمه، الامن ممكن يكون بيعني حاجات كثيره جدا من زوايا كثيره جدا، يعني تعدديه ابعاد مفهوم الامن طوال بيجيب لنا معاه تعدديه الفاعلين المفروض يكونوا في اعاده صياغه الامن في الاستراتيجيه. يعني الامن هو ما بيحدد التحول ده، وانا هركز على انه المحتاج له تحول اكثر من اصلاح. فهو دي مساله ذاتها، يعني دي واحده من النقاشات اللي برضه حنخش فيها طبعا. هسي بقى ظاهر انه هل محتاجين لتحول، لانه يعني المستويات ممكن يكون تحول، ممكن يكون إصلاح، وممكن يكون إعادة تأسيس. طبعاً هو في أجهزة مؤسسة قاعدة، فهنا ما محتاجين إعادة تأسيس، لكن كمان ما حيكون سوفت شديد لدرجة نسميه إصلاح، درجة الإصلاح المطلوب
أعمق بيصلح لأنه نسميه تحول، واللي هو سماه سعادة اللي وزاته بارادايم شيفت. لما نكون بارادايم شيفت بنتكلم عن تحول، ما بنتكلم عن إصلاح. إصلاح في جوانب بسيطة جدا. فهنا من الجانب ده بيكون هو جوهري في إنه بيخلق إنه في مواطن سوداني عرف شارك بفعالية في إنه الأمن بالنسبة له شنو، وهو داير الدولة دي تأمن فيها تجوانب وبيها طريقة. دي بيخلق أول حاجة شرعية وبقوي زي ما قال سعادة اللواء إنه الإصلاح ده بقوي، لأنه القوة المبنية على الشرعية هو القوة الحقيقية، مش القوة اللي أنا بخاف منك وبخاف من سلاحك وبخاف من اعتقالك، دي قوة ضعيفة جدا. لكن القوة لما يكون في حوارات وفي استراتيجية متفق عليها بطرق بتاعت يعني الطرق الآليات الكثيرة اللي بيصنعوا بها الاستراتيجية، هي دي اللي بيخلق شرعية وبيخلق قوة واعتراف بالأجهزة الأمنية، ودي القوة الحقيقية، ودي القوة اللي بتستمر معانا وsustainable power، لأنه قوة بتاعت إنه I acknowledge إنه ده دورك وده رسمته معاك. لكن لو خطيت رسمت لي المفهوم الأمني بصورة ضيقة وكمان برضو يعني ما احتويتني في إنه يعني في صياغة الأمن شنو ونحدد كيف الأولويات والحاجات دي، فبعد ده حكون يعني عدم الثقة حتكون مستمرة. وده عنده علاقة أساساً بين الوطن والتوطن، إنك أنت بتكون بحاسب الوطن وإنك متوطن وإنه دي دولتك، واحدة من المعايير الأساسية الأمن. الأمن كمان بمفاهيمه الكثيرة جدا، الأمن الإنساني وكل الحاجات دي. فعشان كده يعني هو مرتبط بصورة جد كبيرة جدا بالتحول اللي نحن دايرينه في الدولة السودانية. لكن أول خطوة عملية مفروض نبدأ بها، أنا بالنسبة لي في رأيي إنه الاعتراف بأنه الطريقة اللي كانت تدار بها القوات الأمنية المختلفة والأداء بتاعها والثقافة بتاعتها والتركيبة بتاعتها هي فيها خلل كبير جدا، يجب الإصلاح، يجب الإصلاح ولا التحول منه لنقطة تانية. فلو ما اعترفنا بده اعتراف حقيقي جدا، دي حتكون أول بداية للتحديات. فهنا والدلائل كثيرة جدا على وضع السودان، الانفصال، المرارات الكثيرة جدا، العنف الطبق على المجتمعات بصور مختلفة ودرجات مختلفة. يعني ما ناقصين دليل إنه نثبت إنه والله محتاجين لسيريوس ترانسفورميشن في القطاع الأمني. فإذا اعترفنا بالكلام ده، طيب أها المفهوم الآلية شغال بها القطاع الأمني ما كان، أها عشان نتحول محتاجين لتصور نتحول لوين، أولوياتنا الأمنية شنو. دي بتساعدنا فيها الخطة بتاعت الاستراتيجية الأمنية. أها دي طيب الخطة دي تتعامل كيف؟ في آليات كثيرة. واحدة من الحاجات إنه ممكن يكون في أمنيين من جهات مختلفة الأمنية، سواء كانوا في التقاعد ولا في برضو على وظيفتهم، بالإضافة لأكاديميين من ديسيبلينز مختلفة، بالإضافة لمنظمات المجتمع المدني، الشباب، المرأة، النازحين، الأحزاب السياسية، ممكن من الحاجة دي. وأنا بذكر في الحاجة دي، طيب ما كان في خطوة مختصرة ممكن تتعمل، إنه لما البرلمان اللي لحد هسي ما عارف القوة السياسية والريلكتنت لأنه يعملوه، البرلمان ده كان ممكن يساعدنا كثير جدا في الخطوة دي، إنه البرلمان اوريدي مفروض يكون مشكل من القوى، مفروض يكون ممثل، ممكن تكون لجنه برلمانيه مسؤوله من هي كجهه مستقله تجيب الناس المختصين اللي حينظروا للامن برؤى مختلفه وتدير عمليه الاصلاح الامني بلجنه برلمانيه بما فيها بعد ذاك يجيبوا في اللجنه دي البرلمانيين وكده. او ممكن تكون في اليات بتاعت مشوره شعبيه ومؤتمرات، في اليات كثيره لانه كيف الرؤى المختلفة دي تجي تتلاقح عشان ترسم لنا ملامح القطاع الأمني أو الاستراتيجية، عشان بعد ذاك تكون عندها مشروعيتها وعندها قوتها وعندها يعني القبول بتاعها. والنقطة الأساسية ركزوا عليها برضها أهمية السياق، السياق السوداني اللي نحن دايرين نعمل فيه الاستراتيجية هو سياق فيه
حاجات مختلفة في سياق بتاعت مرحلة ما بعد الحروبات وبناء ما بعد الحروبات، وفي سياق بتاع انتقال ما بعد، كويس؟ وده بيحدد انه يعني الخطة الأمنية أو الاستراتيجية الأمنية بتاعتنا تكون كيف. لأنه النقطة الأساسية إنه الشمول بتاع تعريف الأمن طوال بيستدعي شمول المشاركين في صياغة الاستراتيجية الأمنية، واللي هو توسيع الماعون بتاعت كده. واحدة من الحاجات الدعم، وفي إشارة للموارد وكده والدعم الخارجي. طبعا ممكن يكون في دعم تكنيكال وفي دعم كده، لكن أنا بأكد على الكلام المتداخلين الأستاذة أميمة وساعة اللواء، إنه الحاجة مفروض تكون سودانية، لكن دائما إنها تكون سودانية دائما قاعد تكون برضها مانيبيوليتيف، ما يعني الأشخاص والكيانات الفاعلة طوال بيحددوا وبدوا لروحهم صفة السودانية. لا، السوداناوية دي عشان تتحدد صعوبة جدا، لكن كمان يعني ما يعني دي واحدة من الحاجات. وبرضو ثقافة السرية، ثقافة السرية واحدة من الحاجات اللي ممكن تكون تحدي. طبعا في جوانب سرية، في جوانب ما مفروض تظهر، لكن الجوانب دي هي دائما جوانب في العمل اليومي في القطاع الأمني. ما في ما يستدعي السرية في صياغة الاستراتيجية، دي بالعكس مفروض تكون واضحة وعامة. فوهمة السرية دي لو مددتها أكثر من اللازم كأنها تكون وهمة لإعطاء روحك إنه الاستراتيجية دي لأنها مرتبطة بحاجات سرية أنا برايا الأصيغة. لا، صياغة الاستراتيجية ما فيها أي سرية، لكن القوات وتوزعها والأسلحة والحاجات كثيرة والشبكات المتابعة الاستخبارات دي كلها ذات طبيعة سرية. طبعا ده العمل الروتيني بتاعت الأجهزة فيها سرية، لكن ده التطبيق. لكن وضع الاستراتيجية ومشاركة الناس ما مفروض نجيب فيها ثقافة السرية. ثقافة السرية لو جات في المرحلة دي بتكون ضارة جدا، لأنها حتكون إكسكلوشينري، ما حتكون. فواحدة من الحاجات الثانية برضها الجوانب الإقليمية والدولية والعالمية، وأنا يعني دي هي ممكن تكون في خانة التحديات، لأنه لما نعاي للدول الأفريقية والدول العربية الحوالينا ما في نموذج بتاع قطاع أمني فعلا فعال بيحقق أمن المواطنين. يعني دائما النادي الدكتاتوري هو الأقرب. ولما نمشي للمستوى العالمي برضو النظرة الغربية للأفارقة بأنه مثلا والله يا أخي يعني هو ده طبيعتهم، أنه أصلا الدكتاتوريات بتشبههم، فعشان كده في زي ممكن تكون في complicity، في زي يعني حبة إصلاح ممكن يمرروه. فهنا دي وأنا يعني ما غافل عن التناقض. أنا بتكلم بديني فورم الصوت مؤسسة غربية، لكن أنا بقرأ الأدبيات بتاعت المركز بتاعت ناس لوكا، إنه ما بيقولوا نحن حنديكم، لا بيقولوا أنتوا تتحاوروا عشان تعملوا. ولو ما كده أصلا ما كنت شاركت ذاته في الهناي. فيعني هنا علينا إنه نتعامل بحاجات كريتيكال، ما معناه نقطع علاقاتنا، لا، في حاجات نجيبها في أدبيات متوفرة، في يعني خبرات، في ممكن يساعدونا وكده، لكن الأساس بيرجع لصناعة الإنسان السوداني والكيانات السودانية المختلفة في صناعة الاستراتيجية. ده بأكد عليه، ده ما معناه مقاطعة، لكن critical engagement. شكرا جزيلا تامر. يعني وده يعني أهمية الاستراتيجية الأمن القومي في الحوار الأساسي في القضايا الأساسية اللي بتواجه السودان. وده فرصة كبيرة جدا، زي ما أميمة ذكرت ومبارك، دي فرصة سانحة جدا بالنسبة لأنه الحوار جديد، حوار حقيقي لكيفية تحقيق الأمن كخدمة عامة زي تعليم وصحة. وانت ركزت كثير على اساس انه الصياغه في حد ذاتها ما حتكون محصوره لقطاع محدد، لانه الهدف للمواطن العادي، لكن تنفيذ توفير الامن للمواطن ممكن يكون في مراحل مختلفه، لكن الصياغه في حد ذاتها محتاجه لمشاوره، محتاجه انه يكون في
المشاركة بتاع كل أصحاب المصلحة.